المهمة صعبة وسهلة. صعبة هيقابل منتخبات قوية، منتخب مالي، منتخب غانا، منتخب الكاميرون، منتخبات قوية. البداية هتكون مع منتخب قوي جدا، منتخب مالي، لكن إن شاء الله سهلة إنها على ملعبنا وسط جمهورنا، يكون كمان في دفعة كبيرة من الجماهير لأولادنا في المنتخب الأولمبي. هنروح للأستاذ محمد مراد الصحفي بجريدة اليوم السابع عشان نتعرف أكتر عنه، عن المنتخب الأولمبي. ازيك يا أستاذ محمد؟ مرحب بيك يا كابتن اسامه، ودايما متالق كالعاده كده في الملعب وبره الملعب. طمنا بقى على المنتخب الاولمبي، خاصه كمان انه بيلعب يعني دلوقتي ولعب. وشك حلو يا كابتن والله، يعني لسه من اقل من دقيقه ضربه جزاء للمنتخب الاولمبي، ورمضان صبحي هو اللي جابها، هو اللي هيشوطها ان شاء الله، فنتمنى ان شاء الله تبقى هدف اول. لكن تجربه قويه جدا يا كابتن اسامه، فريق جنوب افريقيا فريق مميز وفريق يعني متماسك ومنظم جدا في جميع خطوطه. طبعا بيلعب فيه لاعب بقماني، لاعب الاهلي السابق وصن داونز الحالي، لعيب منتخب جنوب افريقيا، لعيب طبعا لعيب كويس، تجربه اكثر من رائعه يعني. وده بياكد لك ان البطوله صعبه جدا، تحديدا ان انت يعني منتخب جنوب افريقيا ده تصنيف ثالث مش تصنيف اول ولا ثاني، وده بياكد لك ان انت داخل على مهمه صعبه جدا. معاك منتخبات زي الكاميرون وغانا ومالي، فرقة هتبقى صعبة جدا. بيقولوا لي دلوقتي رمضان صبحي جاب جون. بيقولوا لي رمضان صبحي احرز الهدف دلوقتي. رمضان صبحي احرز الهدف الاول للمنتخب. يعني اللعيبة الحمد لله المنتخب بيدوم، زي ما انت عارف كابتن اسامة طبعا حضرتك متابع، ومعظمهم من لعيبة النادي الاهلي. لعيبة كويسة جدا. رمضان صبحي النهارده ظهر، يعني مع ضبط كده ظهر مستوى كويس. عمار حمدي ظهر مستوى كويس، صلاح محسن ظهر مستوى كويس، مستوى محمد مستوى رائع، طلب مهاجم من المنتخب من الزمالك. ان شاء الله تبقى تجربه كويسه، ان شاء الله الماتش النهارده يبقى نتيجه كويسه، وخاصه ان دي هتبقى غالبا يعني في وديه يعني الاخيره المنتخب يعني بيدور على وديه في نوفمبر القادم، غالبا تبقى مع منتخبات يعني كوت ديفوار او ممكن تكون او زامبيا او نيجيريا، احد المنتخبات ده كان الاقرب برضه وقت كوت ديفوار. فتبقى تجربه قويه جدا في شهر نوفمبر، دي هتبقى التجربه النهائيه واللي هيكون فيها شريك فيها لوحده. الصوت بس يا استاذ محمد، اتحرك بس يمين او شمال ان شاء الله. استاذ محمد اتحرك بس يمين او شمال عشان الصوت بس يوضح اكتر. انا عايز اسالك، وانت قريب من المنتخب الاولمبي وقريب من الكابتن شاوي غريب، كابتن شاوي غريب وصل للتشكيله الاساسيه ولا يعني بنسبه كام، ولا لسه ما وصلهاش؟ خاصه خلاص ان احنا يعني على مشارف كمان كاس الامم الافريقيه هتكون موجوده في مصر. يعني يعني التشكيله بتاعت النهارده فيها 80 او 90% من القوام الاساسي اللي شارك في بطوله امم افريقيا يا كابتن اسامه. زي ما انت عارف ان البطوله يوم 8/11، فلسه قدامنا يجي 20 يوم. تمام. يعني ممكن يحصل فيها متغيرات كتير. في لعيبه زي محمد محمود طبعا من النادي الاهلي، وطبعا الكابتن شوقي غريب من اللعيبه اللي بيستناها طبعا انها تشارك مع النادي الاهلي عشان يقدر يضمها الفتره الجايه. فلو شارك مع النادي الاهلي سواء بقى الفريق الاول او الفريق الشباب، هيكون طبعا من العناصر الاساسيه في البطوله، لعيب مميز جدا ولعيب من يعني اللعيبه اللي بيصفها الكابتن شوقي غريب جدا. لكن زي ما قلت لحضرتك النهارده، يعني التشكيل النهارده زي عمر محمد صبحي ده في المرمى، محمد عبد السلام واسامه جلال ومحمد صادق واحمد ابو الفتوح واكرم توفيق وعمار حمدي ورمضان صبحي وعبد الرحمن مجدي وصلاح محسن ومشوى محمد، دول التشكيل اللي بيبتدي النهارده. لكن يعني الخلاف بس اربع او خمس لعيبه هم اللي يعني مثلا ناصر ماهر غايب عشان الاصابه، احمد حمدي برضه كان عناصر فيها غايب عشان الاصابه. وجهاد حكيم طبعا غايب عشان الاصابه، احمد ياسر طبعا هيبقى ليه دور في الشوط الثاني الماتش النهارده موجود على دكه الاحتياط. ده معظم العناصر الاساسيه اللي هيعتمد عليها كابتن شوقي غريب في البطوله تحديدا كابتن اسامه. لكن زي لسه زي ما قلت حضرتك 20 يوم، فممكن يبقى فيها متغيرات كتير جدا. ان شاء الله نتمنى يعني التوفيق للكابتن شوقي والمنتخب، ويقدروا يصححوا لنا ويحققوا البطوله ويتاهلوا للاولمبياد، ويحققوا لنا يعني المنتخب الاول للاسف ما قدرش يحققوا، خرجنا من دور 16 خاصه البطوله كابتن اسامه زي ما انت عارف انها ارض مصر. والجماهير يعني مش هتستحمل يعني حاجه ثانيه، مش عايزين يعني صدمه ثانيه. لكن ان شاء الله باذن الله
كابتن شوقي غريب والناس اللي معاه، شيكو محمد شوقي وكابتن معتمد جمال، لعيبه كبار طبعا ومدربين مدربين ورياض شيكو طبعا مدربين كبار. نتمنى لهم التوفيق باذن الله. وكابتن اسامه عبد الكريم طبعا ايمن موجود دلوقتي على الله، كابتن اسامه الفتره اللي فاتت ومركزين اول مره دي عن اي مره ثانيه، فان شاء الله باذن الله يحققوا لنا اللي احنا بنستناه وتبقى بطوله كويسه ان شاء الله. النهارده يعني طاقم تحكيم دوري الكابتن محمود البنا والكابتن محمد صباحي هم اللي موجودين في الماتش. الكابتن محمد صباحي كان رابع، فاهم يعني دي تجربه ويعني فيها استفاده كبيره، يعني ما فيش اي مجامله لعيبه المصري يعني حكام كبار طبعا، وضاغطين على لعيبه المنتخب، فدي حاجه كويسه طبعا ان انت الحكام في افريقيا انا تلاقي حكم مش هيجاملك عشان انت غلطتك، هتلاقي اخطاء طبعا من الحكام، فكل ده اللعيبه بيتعرضوا النهارده في تجربه النهارده، فاعتقد انها تجربه مميزه في كل المميزه كابتن اسامه، وان شاء الله باذن الله تبقى انطلاقه كويسه ان شاء الله ونحقق البطوله باذن الله كابتن اسامه. كان في تصريح للكابتن شوقي غريب بيقول انا متخوف شويه من عنصر اللياقه البدنيه، خاصه يعني من ضمن اللعيبه الاساسيه في تيم منتخب مصر الاولمبي ما بيشاركوش مع انديته، يعني النهارده محمد صبحي في حراسه المرمى لسه لم يشارك مع نادي الزمالك، عمار حمدي ما بيشاركش مع النادي الاهلي، يعني في امثله يعني كتير في المنتخب. فكابتن شوقي غريب متخوف من حته عنصر اللياقه البدنيه، شايف التخوف ده ازاي يا استاذ محمد؟ هو بالفعل يا كابتن اسامه يعني من الحاجات السلبيه في المنتخب الاولمبي وتحديدا في مركز حراسه المرمى، ان الاربعه بتوع حراسه المرمى ما بيشاركوش بصفه اساسيه مع انديتهم، سواء بقى زي ما انت قلت محمد صبحي او كابتن مصطفى شوبير او كابتن عمر رضوان او عمر رضوان او عمر صلاح، بيشاركوش بصفه اساسيه مع انديتهم، فده مسبب قلق للجهاز الفني او كابتن شوقي غريب. لكن ان شاء الله التدريبات او المعسكر القادم معسكر يبقى طويل من يوم 28 ان شاء الله يقدر يتغلب على الموضوع ده، هو ده الهدف من التجارب الوديه انك تدفع باللعيبه او بالحراس اللي ما بيشاركوش وتعدهم في الماتشات. لكن ان شاء الله يعني باذن الله يعني عندك 90% من القوام الاساسيه على المنتخب بيشاركوا بصفه اساسيه مع انديتهم. يعني نقطه سلبيه في بحر من الاجابات يا كابتن اسامه، فان شاء الله باذن الله المنتخب يقدر يواجه الصعوبه دي، وكابتن شوقي غريب عنده من الخبره طبعا انه يواجه حاجه زي دي. نتمنى التوفيق طبعا في البطوله، عنصر التوفيق عنصر مهم ايا كان اللي هيشارك بقى سواء محمد صبحي او عمر رضوان او عمر صلاح او مصطفى شوبير. طبعا منافسه قويه بينهم جدا في التدريبات، فده لصالح المنتخب وان شاء الله الافضل هو اللي يتواجد. وزي ما حضرتك يعني بقى عمار حمدي شارك الوديه اللي فات، شارك الوديه دي وشارك قبل كده وديات في مصر والسعوديه اللي كانت في السويس، واللاعب ظهر مستوى كويس جدا النهارده، يعني بيقدم مستوى كويس على بعض الفترات وشايف تركيز الجهاز الفني عليه، يعني لعيب بيلعب في اي مكان سواء بقى ظهير ايسر او خط وسط، حتى يعني بيطلق عليه لقب برافات او سباق الجديد ان هو بيلعب في اكثر من مكان، فدي حاجه كويسه وحاجه مميزه. لكن ان شاء الله يعني في اكثر من لعيب جاهز، خط الوسط وخط الهجوم عندك يعني يبقى طبعا في قوه ضربه طبعا، يبقى في ازمه انت مطالبه كابتن اسامه ان انت تختار 21 لعيب فقط بأم افريقيا وتبعت القايمه يوم 30، فتبقى عندك ازمه في خط الهجوم، عندك مصطفى محمد صلاح محسن واحمد ياسر ريان طبعا، وعندك ناصر منسي اربع لعيبه كلهم نجوم الحقيقه، وطاهر محمد طاهر طبعا لاعب المقاولين اللي هو بيغيب النهارده طبعا للاصابه، واحمد ياسر ريان بره موجود على ذكر الاحتياط، عندك يعني خمسه او سته نجوم دوري ونجوم في انديتهم نجوم اهلي وزمالك، فدي من الازمات اللي هتواجه الجهاز الفني ان هو يختار منهم ثلاثه او اربع لعيبه. نفس الامر برضه في خط الوسط يا كابتن اسامه، عندك لعيبه كتير جدا ونجوم كبار جدا، لكن ان شاء الله في الاخر الكابتن شوقي يختار الانسب والاخر للمنتخب، وايا كان الاختيارات طبعا كلنا مطالبين ان احنا نساند الجهاز ونساند المنتخب، وان شاء الله نحقق البطوله وتبقى حاجه كويسه جدا ونتاهل للاولمبياد، لان الجيل ده يستحق يبقى موجود في الاولمبياد يا كابتن اسامه. ان شاء الله يا استاذ محمد، وكل التوفيق ان شاء الله للمنتخب الاولمبي بالروح بالعزيمه بالاصرار، خاصة كمان ان البطوله على ملعبنا وسط جمهورنا، فان شاء الله ما يكونش فيه صعاب ونقدر نعدي ونوصل ان شاء الله للمباريات. شكرا للاستاذ محمد مراد الصحفي بجريده اليوم السابع. استاذ محمد مراد غطلنا يعني كل التفاصيل داخل معسكر المنتخب الاولمبي، وكمان